عسلامة، معكم شيماء تومي، بطلة العالم وبطلة إفريقيا وبطلة العرب وأولمبية، مشاركة في باري 2024، لعبة منتخب تايكوندو. نحب نشكركم اليوم على استضافتي في طيبة. قبل ما ندخل وقبل ما تكون الاستضافة ونقعد معها في كلاس ونحكيه ونتناقشوا، كانت تمرينا بتحية الوطن، عملنا تحية الوطن مع بعضنا، كان محلى الإحساس، كانوا صغار يغنيوا بكل روح بكل فرحة. كيف تشعر عن المطالع، عن المشابه، عن المدومة الذهنية؟ إذا تعب طلقة، إذا تعب ثقة في الحاجة اللي تمارس فيها راك باش توصل فيها. باش تخسر في الآخر ربحت. وبالصيني نقولوا تايو تايو تايو، يعني تشجعوا. ريت برشا طموح، ريت برشا معنويات، ريت برشا انرجي، بوزيتيف انرجي. ان شاء الله يا ربي نهار من نهارات نراهم ابطال وراهم زادين حاجه في المجتمع ويحطوا ايديهم ويعملوا بصمه في تونس وتونس تعيش. رياضه، اخلاق او لا تكون؟